اللي يسألوا كانوا على اختبار العملي كيف سيكون. من أول في عدة فصول سابقة اللي تقريبا ما قبل 2023 2022 كان هناك اختبار نظري لحاله واختبار عملي لحاله. الآن لا، صار هو اختبار واحد، والأغلب أن الأسئلة هي فيها نظري وعملي. مثلا لما أنا أسألك كطالب فأقول يعني الأمر تحرير، الأمر تحرير، أو الأمر نسخ، أو الأمر لصق. الأمر لصق موجود في القائمة ملف، صح أم خطأ؟ بهذه الطريقة هو سؤال صحيح نظري، لكن لا يمكن أن تجيب عليه إلا إذا طبقت هذا الموضوع عملي. بالمناسبة كذا في الشات اكتبوا لي الآن الأمر نسخ أو الأمرين نسخ ولصق يوجدوا في القائمة ملف، صح ولا خطأ؟ في الشات ردوا علي. اختلفت الإجابات ما بين ناس يقولوا صح وناس يقولوا خطأ. بمعنى الذي قال صح ما جرب، لأنه خطأ. الأمر نسخ ولصق دائما طول حياتهم وفي كل البرامج بدون استثناء يكونوا موجودين في قائمة اسمها إيديت باللغة الإنجليزية أو تحرير باللغة العربية. هذول الأمرين بالذات نسخ ولصق اللي هم أشهر أمرين في نظام الويندوز وتوابعه مايكروسوفت أوفيس وبقية التطبيقات اللي أنشئت وصممت لكي تعمل تحت نظام الويندوز. تحصل الأمر نسخ ولصق أو كوبي وبيست موجودين في القائمة إيديت أو تحرير، مش في القائمة ملف. كما قلنا من قبل، الذي ما يسمع عنده الصوت كلموهم، كلموا زملائكم إنه يحاول يغير الجهاز. إذا يسمع من جوال يغير الجوال، في شيء عنده، لأنه البقية يسمعوا. طيب ننتقل. عناصر الدرس، نحن حنبدأ طبعا بنظرة تاريخية أولا. طبعا في بعض الطلاب يراسلوني كذا على الخاص أحيانا إنه إيش أنا حستفيد. مهم جدا تعرف يعني عن أي شيء كيف نشأ وتطور، حتى أولا من باب المعرفة الثقافية، لا تكون أعمى في الموضوع هذا. ما أنت عارف مثلا كيف تم اختراع مثلا جهاز التكييف، خذ ولو معلومات بسيطة نص صفحة يكفي، لكنك تكون ما عندك ولا شيء هذا غير صحيح. طالب جامعي ودرس مادة حول الحاسوب ولا يعرف كيف نشأ الحاسوب، ما هو صحيح كذا. يعني حطوها زي ما يقولوا حلقة في أذنكم. لابد تعرف شيء بسيط حول تاريخ أي شيء تستخدمه. فعندنا نظرة تاريخية، عندنا أنواع الحاسبات الآلية وهي أنواع كثيرة. نحن حناخذ الأساسية المشهورة منها. مما يتكون الحاسوب نفسه، يعني مكوناته الأساسية، وبالآخر تتلخص في شيئين اللي يسموها العتاد والبرمجيات. العتاد اللي مقصود فيه الأجهزة المادية أو المكونات المادية التي يتكون منها الجهاز، مثلا شرائح الذاكرة، قطعة المعالج اللي يسموه السي بي يو، السماعات، الغلاف نفسه حق الجهاز يسموه كيس، بي سي كيس، وهكذا. هذه كلها يسموها العتاد. والبرمجيات هي البرامج أو التطبيقات التي تستخدم في الحاسوب. اللي يرفعوا أيديهم ينتظروا قليل، أنا طريقتي في المحاضرات دائما يعني أمشي فترة كذا وبعدها أسمح برفع الأيدي وغيره والأسئلة، يعني أترك لكم مساحة في الأخير. وغالبا هذا يكون من المحاضرة الثانية وأعلى، يعني مش من الأولى. الأولى هذه فقط بداية استفتاح، نعرف كيف حنمشي في المقرر،
يعني إطلالة عامة كذا على المادة، وأستقبل منكم بعض الأسئلة ونجهز بعض التجهيزات التي سنستخدمها. إذا أخذنا مكونات الحاسوب هنضطر وراها مباشرة إننا نأخذ اللي هي أنظمة العد، ونحن اقتصرنا في هذه المرة أو في هذا أقصد المقرر على نظام العد اللي هو يعني الثنائي الجمع فقط، ما أخذنا الطرح والضرب والقسمة لأنه أكثر تعقيدا. الهدف إنه تتعرف كيف يتم يعني معالجة العمليات في الحاسوب. فأنت إذا اكتشفت أو تعرفت على مثلا كيف يجمع الحاسوب بالمقارنة بإضافة بقية المعلومات، يمكنك أن تتعرف على عملية الطرح والقسمة والضرب وهكذا. ليس المقصود التعقيد، هو فقط من باب المعرفة. طيب، الآن نأتي للوحة الأولى اللي هو مما يتكون الحاسوب إجمالا، يعني بشكل أساسي بدون تفصيل معمق. دائما أي جهاز حاسوب كان صغير أو متوسط أو كبير أو حتى عملاق أو ضخم كما يسمى، دائما يكون مكون من هذه الثلاث الوحدات الأساسية. عنده جهاز إدخال أو دخل، والأصح أنه جهاز إدخال. تمام، هذا طبعا ما هوش جهاز واحد، عدة أشكال. أجهزة الإدخال هذه لها عدة أشكال وأنماط. بعدين في وحدة ضخمة جدا اللي هي تسمى عقل الحاسوب المدبر، اللي هي وحدة المعالجة المركزية، وحدة المعالجة المركزية اللي يسموها السي بي يو. لتكاد تكون الوحدة أو القطعة اللي تسبب ارتفاع سعر الحاسوب أو انخفاضه. هذه وحدة المعالجة المركزية. بعدين وجهاز أو أجهزة الإخراج اللي هي اللي تظهر عليها المعلومات في الأخير. فمثلا عندي أنا 1 + 1، تمام، كأبسط عملية حسابية نقدمها للحاسوب. 1 + 1 هذه هضطر أدخلها للحاسوب عن طريق جهاز إدخال، هتأخذها وحدة المعالجة المركزية تبدأ تحلل. أولا الرقم الأول ما هو؟ يطلع 1، تحطه في خانة من خانات الذاكرة. ثم المعامل ما هو؟ علامة الزائد، تتعامل معاه بشكل معين، برضو تحطها في مكان معين. ثم ما بعد الزائد ما هو؟ لنفرض انه 2، 1 + 2. فالآن عندنا 1، عندنا علامة الزائد، وعندنا 2، هذول كلهم حيروحوا لوحدة المعالجة المركزية وتبدأ تحلل. هل هناك مقارنة؟ لأن هل 1 أقل من 2؟ 1 أكبر من 2؟ لا. إذن حتروح الحكاية إلى شغلة الحساب مباشرة، إنه 1 + بمعنى حساب وليس منطق. المنطق هي عمليات المقارنات. مثلا لما تيجي أنت تبحث الآن في جهاز الحاسوب ولا في الجوال عن اسم علي ولا محمد ولا حسن، راح يطلع لك كل الأسماء اللي فيهم حسن، وفي الآخر دخل هنا في وحدة الحساب والمنطق وبحث عن هذه الأحرف في قائمة الأسماء وجمع لك كل الأسماء اللي يحتووا على هذا. فهذا يسمى منطق. عمليات المقارنة، أكبر من، أصغر من، يساوي، أصغر من أو يساوي، وهكذا. الحساب اللي العمليات الحسابية المعروفة، ضرب والقسمة والزائد وهكذا. هذا الفرق بينهم. حاليا الله يرضى عليكم ما حد يرفع يده، يعني خلوا رفع الأيدي للأخير خالص لما نفتح عملية الأسئلة. تمام، أي سؤال عندك الآن سجله، سجله على ورقة حتى لا تنساه. في الأخير خالص هأترك أنا مجال للأسئلة وندردش فيها مع بعض إن شاء الله. فقلنا 1 + 2 أدخلناهم عن طريق جهاز إدخال، ثم دخلوا إلى وحدة المعالجة المركزية، تمت المعالجة بمعنى إنه تأخذ 1 يضيف عليه 2،
حيطلع عنده رقم اللي هو 3. هذا الكلام كله يحتاج إلى كشكول عشان الحاسوب يشتغل فيه. حط الواحد، بعدين يجيب علامة الزائد، بعدين يحط الاثنين، ويطلع رقم ثالث يكتبه في خانة أخرى من خانات الذاكرة. الذاكرة كأنها مجموعة من الأدراج، في كل درج تحط معلومة معينة. بعد ما طلعت النتيجة 3 يتم إخراجها عن طريق وحدات الإخراج الشهيرة. حناخذ هذه بالتفصيل وحناخذ هذه بالتفصيل، لكن أشهر وحدة إدخال معروفة اللي هي الكيبورد، وأشهر وحدة إخراج معروفة اللي هي الشاشة. فأنت تدخل عن طريق الكيبورد 1+2، تروح إنتر، معناها سلمتها مين؟ وحدة المعالجة المركزية. تتم المعالجة هناك في يعني أجزاء من الثانية، يعني سريع الأمر، ثم يرسل مباشرة على جهاز الإخراج المربوط على الجهاز، سواء كان شاشة ولا بروجيكتور ولا غيره. هذا باختصار ما يقوم به الحاسوب. طيب ما هي وحدة التحكم؟ وحدة التحكم هي اللي تدير تنقل المعلومات بين هذه الوحدات المختلفة داخل وحدة المعالجة المركزية. وحدة المعالجة المركزية فيها وحدة التحكم، وفيها وحدة الحساب والمنطق، ومعين لها أيضا وحدة الذاكرة. فانتقال المعلومات من هنا لهنا 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 يتم عن طريق وحدة التحكم. هي تعرف أن هذه المعلومة قدمت من لوحة المفاتيح، هذه المعلومة يجب أن تظهر على الشاشة، وهكذا. فهذا باختصار مكونات الحاسوب. طيب، لدينا برنامج تشاركي لمن أراد، هذا ليس بالإجبار، ولكنه برنامج فعلا أثبت، أقصد، فائدة في المحاضرات السابقة. هذا رابطه، تستطيع الآن تنزله على الجوالات عندكم، اسمه كويزيز. أقوم أنا مثلا بإعداد أسئلة معينة حول الوحدة التي تكلمنا فيها أو حول الحاسوب بشكل عام، ثم أعمل بينكم مثل السباق. سباق، كلكم تدخلوا تحلوا الاختبار المبسط، هذا اللي يسموه كويز، يعني اختبار سريع، أو اختبار يعني كذا، ها، لمحة بصر، مش اختبار، اختبار، تمام، يعني 20 سؤال، 15 سؤال فقط، عشان أعرف الكلام اللي قلته الناس فهموه ولا لا، تمام. فهذا البرنامج أنا أنصح إنه تدخلوا الآن على الأبل ستور والجوجل بلاي وتنزلوا، اسمه quizzes.com، الموقع اللي عنده مثلا يبغى يشغله عن طريق الحاسوب ممكن يكتب هذا الرابط. صوروا الشاشة دي، لقطة شاشة، وممكن عن طريق التطبيقات إنك تنزله من الستور، أبل ستور ولا جوجل بلاي، هذا حقا سامسونج وغيره. مجرد تبحثوا كذا عن كويزز حتلاقوا، وهذا رمزه، فنزلوا وحقول لكم بعدين كيف نستخدمه. بعدين طريقة شرح البرنامج وكيف نستخدمه بعد كذا، مش الآن، لكن حاليا فقط نزله. طيب، ننتقل. عندنا يعني كيف تتنقل أجيال الحاسوب، أو ما هي التفريعات الموجودة في حواسيب يسموها ذات أقل إمكانية. أقل إمكانية يعني إمكانيتها بسيطة محدودة، وضعت لغرض معين، ليس إنه عيب فيها، لكن هي أصلاً صممت لإنشاء أمور معينة، أو للاستعانة بها في إنجاز مهام معينة، مثل هذا المساعد الذكي.
تقريبا الآن مع وجود الجوال وتطوره شبه انقرض، لكن في أوائل التسعينات كان منتشر بشكل كبير هذا المساعد الذكي. كان في مثلا دليل للهاتف، في مثلا تستطيع تكتب بعض الملاحظات لو حضرت دورة ولا شيء، يسمح لك إنك تكتب عن طريق القلم بعض الملاحظات وهكذا، فمثل كأنه دفتر ملاحظات يعني. إلى عندك اللي يسموها الحواسيب العملاقة، هذه أحيانا يكون الحاسوب الواحد مكون من مبنى ضخم يتكون من عدة طوابق وهكذا. يعني الآن مثلا تخيلوا سيرفر مثل الذي تستخدمه شركة جوجل لتخزين الكم الهائل من مليارات البيانات، إيش حيكفيها؟ إلا يكون حاسوب عملاق، ممكن يكون جهاز 256 يستوعب المعلومات هذه كلها. فهكذا الحواسيب، هناك حواسيب ذات إمكانيات قليلة وحواسيب ذات إمكانيات كبيرة. قلت لكم مثلا هذا الآن حاسوب تكون شوف من عدة وحدات تقريبا 5 إلى 6، هذا فقط في مكان واحد، ومثله عدة طوابق للأعلى والأسفل. مكونات الحاسوب كما قلنا العتاد والبرمجيات، أخذناها كذا بشكل سريع، ثم في الأخير أنظمة العد، وأخذنا النظام، حنأخذ أقصد النظام الثنائي، وحندرس عليه فقط عملية الجمع. بالنسبة لفهرس المصطلحات، الآن لو انتقلنا مباشرة، بس أوقف الشير وأروح على الكتاب نفسه. هذا الذي صد كثير من الطلاب يسأل عنه بكثرة، كيف أعمل، كيف أحفظ، كيف اللي هو فهرس المصطلحات. هو في بعض المصطلحات اللي هي أقصد منتشرة بكثرة دائما تسمع فيها، وبعضها شبه انقرضت ما عاد تسمع إلا قليل، لكن لا بأس من إنه يكون عندك معرفة فيها. أفضل طريقة للتعامل مع هذه المصطلحات إنك تأخذ لها ما يسمى بلقطات الشاشة وتظل معك طوال الخط، هذه الأم يعني أقصد تكون دائم الاطلاع عليها بحيث إنك ما تنساها. فمثلا هي تقريبا 3 4 صفحات يعني، ما هي كثيرة، مثل IBM هتسمع دائما لما يجي يتحدثوا سواء في برنامج تلفزيوني ولا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يعني، دائما يذكر اسم هذه الشركة. تمام، فلا بد لما يقال IBM تكون أنت خلاص عارف إيش معنى IBM، حتى لو ما حفظت هذه المصطلحات الإنجليزية، لكن لابد تكون عارف إنه هذا اسم شركة من الشركات التي بدأت في صناعة الحاسوب، International Business Machines كذا سموا أنفسهم، من أوائل الشركات اللي بدأت في صناعة الحاسوب، وبعدها اشترتها شركة أخرى أكبر منها طورت نفسها. وهذا دائما هو مصير الجمود، يعني واحد لما ما يطور دائما يأتي أحد أقوى منه ويستولي عليه. فورتران هذا مثلا من الأشياء اللي ما عاد تستخدم بكثرة، هذه عبارة عن اللغة طلعت أو من أوائل لغات البرمجة، وكانت تستخدم في كليات الهندسة بكثرة لأن دقيقة في عملية الحسابات، يعني تحسب بما وراء الفاصلة العشرية، ما تأخذش العدد الرقم الصحيح فقط، كانت دقيقة جدا في الفواصل العشرية لأنه هذا
جدا مهم في كلية الهندسة. عندك أنت إنشاءات، مباني، صواريخ، طائرات، هذه كل ما ينفع فيها اللعب. يعني لابد يكون الحسابات دقيقة، الصمام المفرغ اللي هو فوق يوتيوبس وهكذا، الانتجريتد سيركت دائما الآن تسمعه في السوق، الاي سي اي سي اي سي. طيب ايش هو اي سي؟ تمام، اللي هي انتجريتد سيركت، يسموها الدوائر المتكاملة، حناخذ برضو عنها فقرة أثناء المقرر. فأقصد طريقة تعاملكم مع هذه المصطلحات، الأفضل إنه تصورها وتضعها معك في الجوال، إما رحت تتمشى، تتفسح، تجري، تلعب رياضة، تزور واحد زميلك، خليها دائما كذا أمام عينك، يعني كل شوي تلقي عليها نظرة بحيث إنك فعلا تلصق في الدماغ. لما تسمع يقول لك ماي بي سي ولا حقي البي سي، طيب ايش هو البي سي؟ اللي هو البيرسونال كمبيوتر، يعني الكمبيوتر الشخصي. فلا بد هذا اللي شفناه في الصورة قبل شوية، باد اللي هو ما قبل الايباد وكذا، بيرسونال ديجيتال اسيستنت اللي هو المساعد الشخصي او مساعد البيانات الشخصي وهكذا. فانا يعني خلاصة الامر في المصطلحات هذه كثير كثير، هذا السؤال يوصلنا، نحفظ ولا ما نحفظ؟ الأصل إنك تكون عارف أغلب المصطلحات هذه، بحيث على الأقل مشهورة منها، مثلا زي الاي او، أجهزة الإدخال والإخراج، سي بي يو، كلمة سي بي يو هذه اللي وحدة المعالجة المركزية. روح اشتري اي جهاز الان، حتى الجواله يكتبوا كذا في المواصفات انه السي بي يو حقه كذا كذا، سرعته كذا، حرارته الى اقصى درجه يتحمل كذا، تمام. فلا بد تكون عارف انه السنترال بروسيسنج يونت، وحده المعالجه المركزيه، هي اهم قطعه في الجهاز، اهم قطعه في الجهاز، وانه هذا اختصارها. لما تروح تشتري اي جهاز ما حد حيجي يقول لك وحده المعالجه المركزيه حق الجهاز هذا كذا، لا يمكن، لا بالعالم العربي ولا بالعالم اللي غيره، ما حتسمع هذه اللفظة مطلقة، حتسمع دائما سي بي يو. فلا بد تكون عارف ماذا تعني. تجد أحيانا مثلا بي اس اللي هي الباور سبلاي، هذا الجهاز اللي له مروحة كذا اللي يزود جهاز الكمبيوتر بالكهرباء. الكمبيوتر في الأخير إيش ما كانت قوة الكهرباء، هو يستخدم 5 فولت، 5 فولت. فهذا الجهاز هو كذا ياخذ كهرباء من 110 او 220 ويحول الطاقه الى مقدار يستحمله جهاز الكمبيوتر. فلما تسمع باور سبلاي اعرف انه الجهاز المزود للحاسوب بالكهرباء او بالطاقه. من ضمن المصطلحات ايضا سي يو اللي هي الكنترول يونت، وحده التحكم، اي اند ال يونت اللي هي Arithmetic and Logic Unit، وحدة الحساب والمنطق، من الأشياء برضو المهمة، تمام. الرام هذه أشهر من نار على علم، كل الأجهزة فيها هذه الرام اللي هي ذاكرة الوصول العشوائي، مثل ما قلنا كأنها الكشكول الذي يستخدمه الحاسوب لإنجاز مهامه وإخراج النتائج النهائية بعد ذلك للمستخدم. هذه الرام خيالها أو كيف تركيبتها، تخيلها كذا كأنها يعني ملايين الخانات موجودة في جهاز الحاسوب، يستخدم كل خانة لوضع معلومة معينة، وبعد ذلك يجمعهم، يطرحهم من بعض، يعني يطلع النتيجة لمين؟ للمستخدم. الآن أنت لما تفتح ملف في الوورد، مش احيانا مثلا تكون محمله انت من فلاش، لو خرجت الفلاش يظل هذا الملف موجود على الشاشه ولا لا؟ يظل موجود. اين هو فعليا الان؟ هو في الرام، هذا موجود في الذاكره. ليش؟ لانه خلاص هو سحب نسخه من الفلاش وضعها في الذاكره عشان انت تبدا تشتغل عليها، لانه لو يجلس في كل لحظه يكتب على الذاكره يعتبر انه المقدار هذا من الوقت بالثواني هذا طويل، فهو يحطه، اقصد في الفلاش، يعني يحطه في الذاكره الداخليه هذه اللي يسموها الرام، على اساس يكون التعامل سريع مع الملف هذا.
بعد ما ينتهي تعمل له حفظ، يسألك أين حتحفظ، فحتقول له إما على السي أو على الدي أو على الفلاش ميموري. فهذه مهمة الرام، سموها ذاكرة الوصول العشوائي، وهي غير دائمة. هذه الذاكرة غير دائمة، بمعنى هي فقط ذاكرة مؤقتة يستخدمها الحاسوب لإنجاز بعض المهام، وإذا فصل التيار الكهربائي أو انطفأ الجهاز تذهب محتويات الذاكرة هذه تماما، الكشكول هذا يمسح بالكامل. بعدين جاءت منها أنواع، في حاجة اسمها دايناميك رام، ستاتيك رام، هذه كلها أنواع للرام نفسه، بعضها أسرع من بعض، بعضها يعني يخزن بيانات أكثر من بعض، وهكذا حنأخذها إن شاء الله بالتفصيل. بعد ذلك في الروم، الروم اللي هي ريد أونلي ميموري، هذه ذاكرة صغيرة تأتي مع كل جهاز، فيها زي ما يقولوا هويته الشخصية. أنت الآن لما تيجي تشغل الآيفون ولا أي جهاز، هواوي ولا سامسونج، مش أول ما يشتغل يبرم كذا شوي، بعدين طلع الشعار، بعدين طلع لك الموسيقى هذه الافتتاحية، هذه كلها أين مخزناتكم؟ في الروم، ذاكرة دائمة، كل ما يشتغل الجهاز يعيد لك نفس الشريط، هي خطوات معينة يمشي عليها، لأنه في بيانات معينة موجودة داخل هذه الذاكرة، الجهاز يمر عليها بالترتيب مثل الأعمى، في كل ضغطة زر، كل ما تيجي تقول تشغيل يمر على هذه المرحلة كاملة. هو طبعا فيها عدة أمور، فيها أنه مثلا يبدأ يرتب عملية الذاكرة، يبدأ يرتب وحدة المعالجة المركزية، مش فقط أنه يظهر لك الشعار وكذا، هذه يعني إحدى الأمور، لكن في أشياء كثير تخزن في الروم اللي هي مثل دليل تشغيل، يا جهاز أنت عشان تعمل بشكل سليم لابد تمر كذا. مثلا جهاز الكمبيوتر، من الأشياء المخزنة في الروم أنه أول شيء يروح يفتش على جميع الملحقات، في ماوس مشبوكة ولا لا، في كيبورد مشبوكة ولا لا، في شاشة موجودة ولا لا، عشان إذا في واحد من هذول المفقود إن كان أساسي ما يرضى يشتغل، مثلا زي الشاشة، إذا ما في شاشة قربوا أي جهاز بي سي ولا حتى لابتوب ما حيشتغل، يعمل له منطقة كذا يطلع زمارة ويوقف، إنه يقول لك ما حكون مفيد، في شيء ناقص، في شيء ناقص. طبعا النقص هذا أحيانا يكون أساسي جدا، مثلا الإنسان عنده قلب، عنده يدات، عنده معدة، وعنده أرجل، فممكن يمشي وما في عنده إحدى اليدين، عادي تمشي الأمور، لكن ممكن الإنسان يمشي وبدون قلب أو بدون مخ، مستحيل. فبالضبط هذا الذي يحصل، يعني إنه يعني في ذاكرة الروم يتم تخزين البرنامج الأساسي لتشغيل الجهاز، يسموه البايوس، هو برنامج يمر يفحص جميع مستلزمات تشغيل الحاسوب بشكل يستطيع المستخدم الاستفادة منه. تسمع دائما أيضا عن المذر بورد، اللوحة الأم، في أنواع من جيجا بايت، في كان زمان اي بي ام، في كثير انواع المذر بوردات هذه، اللي هي اللوحه هذه الاخ لونها اخضر وعليها الشبات، عليها القطع حق الجهاز، هذه اللوحه يعني هي تكاد تكون زي ما يقولوا القاعده الاساسيه اللي ترتكز عليها جميع اجهزه الحاسوب، الادخال والاخراج كله ينشبك عليها، المخارج هذه حق اليو اس بي، مخرج الماوس، مخرج الكهرباء، مخرج الشاشة، كلها مخرج السماعة، كلهم مربوطين على المذر بورد، على اللوحة الأم، زي يسموها اللوحة الأم. طيب لما تسمع كلمة بت تفهم إنه هذه أصغر وحدة قياس للبيانات، يقول لك هذا الجهاز مثلا يخزن 2 بايت، معناها 16 بت، لأنه كل بايت فيها 8 بت، لأصغر وحدة، أصغر وحدة لقياس التخزين للبيانات، وتستقبل إما صفر أو واحد، لأنه الحاسوب جهاز الكمبيوتر هذا الصورة يخزنها على شكل واحد
أو صفر، واحدات وأصفار جنب بعض، بعدين هو يترجمها ويطلعها للمستخدم على هيئة صورة، الألوان، درجات الألوان، كل شيء في الأخير، لأنه هو جهاز كهربائي إلكتروني، ما يعرف غير في كهرباء ما في كهرباء، في كهرباء يمثلها بواحد، بدون كهرباء يمثلها بالصفر، وهكذا. فالبت هي أصغر وحدة قياس، والبايت أعلى منها، وبعد ذلك تأتي بقية التدريجات. الكيلو بايت مش مثل بقية القياسات، إنه الألف مثلا متر تساوي كيلو متر، لا، هنا 1024. لماذا جت 1024 وليس 1000؟ لأنه النظام في الحاسوب ثنائي، يعني معتمد على الاثنين، فعندك اثنين مضاعفة أربعة، ضاعفة ثمانية، بعدين 16، بعدين وهكذا 32، 32 تأتي 64، كذا تحصل القفزات في وحدات التخزين حق البيانات. فلما تيجي عند الكيلو يكون وصلت عند كم؟ 1024. من هنا نشأ الرقم هذا. فعندك الكيلو بايت هو 1024 بايت. طيب الميجا هو 1024 كيلو من اللي قبله، وهكذا. في نوع من انواع الذواكر يسموه دي دي ار، دبل داتا ريت، هذه يعني نوع من انواع الذاكره، ولكن اسرع قليل من اللي ذكرناهم قبل. الان في الهارد ديسكات، اللي هي اصلا نوع من انواع الذواكر، وفي الاخر الهارد ديسك عباره عن ذاكره، يعني كانه فلاش بس كبير. ففي عندك هارد ديسك درايف، هذا الذي في له صوره في الاسفل، اتش دي دي، يجي يقول لك كذا لما تشتري جهاز او تقرا مواصفات جهاز، انه الاتش دي دي مثلا 1 تيرا بايت. الان حديثا وصل الاس اس دي في اي لابتوب حاليا، تقريبا ما عاد تحصل في هذا النوع، هذا لا زال موجود في الحاسوب الشخصي، هذا الذي يأتي كذا على هيئة صندوق، تمام. لكن اللابتوبات أغلبهم الآن، أو يكاد يكون تقريبا 99% ما عاد يركبوا هذا، كله يركب، ليش؟ لأنه هذا أسرع بكثير. الـ SSD هذا عشان تفهموا، تقدر تتخيله كأنه عدة فلاشات مرصوصات مع بعض، يشتغلوا كأنهم فلاشة واحدة، ولذلك سريع لأنه ما فيش حركة. بالنسبة للهارد ديسك هذا يأتي عبارة عن أقراص، يعني مثل السي دي، عدة كأنهم بس هم ما هم سي دي هات، لأن أقراص معدنية، عدة سي دي هات فوق 5 6 7 على حسب سعته، وفي بينهم رؤوس ميكانيكية كذا تقرأ البيانات، هو يدور والرأس هذا يقرأ البيانات. فهذه تسبب أول شيء أصوات أثناء الحركة، وكمان بطء في عملية القراءة. لكن الـ SSD هي إشارات إلكترونية، لذلك سريع جدا. يعني إذا اشتريت لابتوب، الأفضل إنه يكون على الأقل في مثلا 256 SSD، وفي جنبه هارد ديسك ثاني، لكن بدون SSD سيكون بطيء، خاصة الآن مع البرامج الحديثة وضخامتها وكبرها، ما عاد يخارج كثير الـ HDD. فهذا النوعين يعني، ومصطلحين مهمين لابد تعرفهم في موضوع الحاسوب. السي دي هذا صار مشهور، اللي هو القرص المدمج. الدي في دي يعني هو مثل السي دي، ولكنه مخصص لتخزين كميات هائلة من البيانات، مش مثل السي دي. السي دي يوسع قليل، لكن الدي في دي يوسع كثير، وصمم بالذات لتخزين الوسائط اللي هي فيها، يسموها مالتي ميديا، يعني فيها صوت وصورة وجرافيكس وكذا كثير. فهو يعني زي ما يقولوا صنع لهذا الغرض، بينما السي دي أغلبه بيانات نصية، يعني أحرف وكذا،
يكون مكتوب فيه، يخزن صور وكذا، لكن اقصد بسرعه يتعب، لان هذه الصور والفيديو والصوت ياخذ مساحات كبيره، ياخذ مساحات ضخمه اثناء التسجيل على الاقراص. فوضعوا هذا الدي في دي، طبعا هذا قبل ما يجي الاس اس دي وكذا، طغى على الامور هذه كلها لما جاء الاس اس دي. قرص الاشعه الزرقاء ما اظن حد يستخدمه الان، لكن على الاقل تكون هو مثل السي دي بالضبط، ولكن ايضا وضع قبل فتره لتخزين الصوت، موسيقى وما موسيقى وما اليها. طيب، مصطلح يو اس بي ايضا من المصطلحات المشهوره جدا. اللي هو اسمه يونيفرسال سيريال باس. من اين كلمه، من اين جاءت كلمه يو اس بي؟ من هذه، الناقل التسلسلي العام، يونيفرسال سيريال باس. الباس اللي هو الناقل، بمعنى الناقل، السلك هذا الذي تمر فيه البيانات يسموه دائما في الحاسوب بس. فلما تسمع كلمة يو اس بي على الأقل تكون عارف من أين جاءت وماذا تعني. هو مخرج ذكي أصبح الآن يوصل الصوت والصور والكهرباء، يعني يشحن ويطلع صوت ويطلع صور ويرسل فيديو. لذلك يعني استخدم بشكل كبير وقضى على كثير من المخارج السابقة التي كانت تستخدم. في عندنا بعدين سيريال بورت وبارليل بورت، المنفذ المتسلسل والمتوازي، حناخذهم أيضا بالتفصيل. أيضا من الأشياء المشهورة في برنامج، يعني أقصد جهاز الحاسوب وملحقات الحاسوب وأجهزة الحاسوب المختلفة، هذا المخرج HDMI اللي تقريبا جميع الشاشات الآن الموجودة في البيوت لا يمكن تكون في شاشة ليس فيها هذا المدخل أو المخرج، عبارة عن مقبس كذا. ماذا يعني؟ واجهة الوسائط عالية الوضوح، يعني هاي ديفينيشن ملتي ميديا انترفيس، هو مدخل ومخرج في نفس اللحظة. يعني مثلا لما أكون أنا شابكه من جهاز اللابتوب يعتبر مخرج بالنسبة لي، بعدين أروح أشبكه على الشاشة، فبالنسبة للشاشة هو جهاز إدخال أو مدخل إدخال. تمام، هو صمم خصيصا لنقل الصوت والفيديو مع بعض. في السابق كان في سلك ينقل الصورة اسمه ار جي بي، تشبكه كذا في أي جهاز تريد تعرض شيء، فهذا السلك الكبير العريض فقط ينقل الصورة، وبعدين في سلك آخر مصاحب له لنقل الصوت. فعملوا هذا، وكان أيضا نقل الصورة ما يتمش بهذاك الوضوح، يعني أحيانا لو طال السلك هذا شوي على ال5 متر صار 10 ولا كذا، تبدأ الصورة تغبش وتهتز وما عاد يكون يعني البيكسلز واضحة على الصورة. لكن لما جاء هذا الاختراع اللي هو مخرج الـ HDMI، أصبح نقل الصورة مع الصوت يعني أول شيء أكثر سهولة، أكثر وضوحا، أكثر توافقية، يعني تقريبا 80 إلى 95% من الأجهزة يتفاهم بينهم عبر المخرج هذا حق الـ HDMI. يعني في جوالات الآن فيها هذا المخرج، تشبك السلك حق الـ HDMI وترسل على الشاشة مباشرة صوت وصورة بنفس الوضوح، ما تتلخبط الصور ولا تهتز ولا تقل جودتها ولا شيء. فهو عمل ثورة، أقصد هذا المخرج لما اخترعوه. وكان كذا المقصود فيه إنه عملية الفيديو والصوت وكذا يكون ينقل بشكل واضح. لذلك دائما الريسيفرات حق الدشات وكذا، يعني سلك النقل دائما تحصله هذا اللي هو HDMI. طيب، البيوس اللي تحدثنا عنه إنه موجود وين؟ داخل الرو، داخل الريد اونلي ميموري، ذاكرة القراءة فقط. هذا اللي هو نظام الإدخال والإخراج الأساسي في جهاز الحاسوب، برنامج صغير أو تسموه برينج حتى، ما هو برنامج، يتحكم أو يدير عملية تشغيل الجهاز، كيف يبدأ يشتغل في البداية ويتحسس جميع الأشياء التي يحتاج إليها، الأمور المساعدة، الكيبورد، الماوس، الكاميرا، المبيدات، يعني في أشياء أساسية في أشياء ثانوية. و
بعد ذلك بعد ما يبدأ الجهاز يشتغل، مثلا إذا جاءت معلومة معينة كيف يستقبلها، كيف يخرجها وهكذا. السيموس هذا شبه موصل أكسيد معدني متمم، يعني حتى الترجمة فيها صعوبة كذا، لكن الأفضل إنكم تفهموا المصطلح وخلاص. هي قطعة، أو تعتبروها سيركت ولا شريحة على جهاز الحاسوب، يتم أيضا تخزين بعض البرامج فيها، ولكن قابلة للإزالة والكتابة مرة أخرى. تمام. البيوس هذا يدخلوه في الريد أونلي ميموري، وإذا اضطروا يحدثوه يشيلوا القطعة هذه بالكامل، يرموها ويحطوا قطعة أخرى. فتم اختراع هذا الأمر لحل هذه المشكلة. طيب، لما نسمع كلمة أو إس، هذه مرة مشهورة، اللي هو Operating System، نظام التشغيل، نظام التشغيل Operating System، كان زمان أول نظام تشغيل مشهور ومعروف وانقرض مسكين الآن، اللي هو الدوس، دي أو إس. هذا نظام تشغيل قديم جدا، كان يعتمد اعتماد كلي على الكتابة. في الآن لما يجيب بعض المقاطع حول هذول الهكر والمخترقين، تحصل يكتب 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 بدون ملل يعني. فكان الدوس بهذا الشكل، يعني مثلا إذا أردت أنك تحذف ملف، تكتب سطر من الأوامر، دل مسافة، بعدين تكتب إن موجود، مثلا دي نقطتين فوق بعض، سلاش مقلد محمد، سلاش داخله ما يخص الجامعة، سلاش اجلس لاحق كذا، لما توصل إن موجود الملف في أي سب دايركتوري، في أي مقلد فرعي من المقلدات، بعدين تكتب اسم الملف بالضبط مع الامتداد. إذا غلط بحرف واحد في السلسلة هذه يقول لك الملف هذا غير موجود. فهو كان في حينه، يعني في أيامه 1990، 92 إلى تقريبا 93 كذا، هو هذا المتاح، هذا الموجود. كان كل التعامل مع الجهاز، لأنه نظام التشغيل، إيش شغله؟ عبارة عن واسطة بينك وبين جهاز الحاسوب، يأخذ لغتك يترجمها إلى لغة الحاسوب، وبعدين الحاسوب يشتغل شغله، ثم يترجم لغة الحاسوب ويرجع لك الرسالة، يقول لك والله الملف غير موجود، لأنه راح بحث عنه ما حصله، نتيجة أنك أخطأت في حرف واحد. لما جاء نظام الويندوز، اعتمد على الرموز المرئية يسموها، اللي هي الآيكونز، هذه الرموز، مثلا رمز سلة المحذوفات، رمز الملف حق الوورد، يقول مثلا ملف القراءة الصوتية كذا مقلد عندك، أو ملف تأشر عليه ضغطة باليمين ديليت، حذفنا. فأصبح كل شيء بالعين، كل شيء بالعين، بينما من أول أنظمة التشغيل كان الدوس هذا بهذا الشكل. بعدين جاءت وراها للأمانة، هي كل الأنظمة اللي جاءت بعده أخذت نفس فكرته يعني، لكن طورت الأداء فقط، يعني حسنت من الأداء. وبعد ذلك في تشعبات كثيرة في عملية التطوير، وكيف إن تراقب القرص إذا بدأ يتشتت والجهاز يبطئ، يبدأ نفس نظام التشغيل يلملم الأمور وينظف الأشياء اللي ما لهاش داعي وكذا، كل ده يحدث من وراء ظهرك بدون ما تشعر. فنظام التشغيل الآن يقوم بأشياء كثيرة. الآب دائما يقول لك ماي آب ماي آب ماي، طيب إيش هو؟ هو الأبليكيشن أو التطبيق. باختصار، كل شيء غير نظام التشغيل يعتبر آب، إما تسمي بروجرام ولا تطبيق أبليكيشن، وخاصة الأبليكيشن يكون مخصص لشيء معين. مثلا من أمثلة الأبليكيشن اللي هو الوورد، هذا برنامج مخصص لمعالجة النصوص، شغله الأساسي الأساسي إنه كيف يعالج لك عملية كتابة النصوص، كبر الخط، يصغر الخط، يلونه، يميله، عمل له إطار وهكذا. وبعد ذلك ممكن تعمل إدراك صورة، ممكن تعمل بانر كذا متموج وخلافه، لكن الشغلة الأساسية لبرنامج الوورد اللي هي معالجة النصوص، فهذا تطبيق مخصص لهذا الأمر. لما تأتي لأي تطبيق من التطبيقات اللي موجودة في أجهزة الجوال،
تحصل كذا كل تطبيق هو مخصص لشيء معين، بعدين تدخل أشياء ثانوية كذا تجميلية فقط في الوسط. برنامج الإكسل تطبيق مخصص للتعامل مع الأرقام والحسابات وكذا. طيب الوورد فيه جداول صحيح، لكن إذا عندك أنت عمليات جمع وطرح ومعادلات وعندك انحراف معياري وتشي تطلع مثلا هذه اللي يسموها فلوشار، يعني المخططات البيانية وكذا، ما حتقدر تعملها بسهولة في الوورد، ما حتستطيع. الإكسل هو الأسهل والأقوى لأنه خلاص متخصص في هذه الأمور، تمام؟ فهو تطبيق خصص لهذا الأمر، فمن هنا يأتي كلمة الآن أو التطبيق. طيب كلنا الآن تقريبا وحاليا أنا أستخدم ملف بي دي إف. إيش معنى بي دي إف؟ من يكتب لي في الشات يعني إيش كان مفهومه حول الثلاثة الأحرف هذه؟ إيش كان يتوقع يعني إيش معناها بي دي إف؟ ملف سهل الفتح، ملف، والله أنا ما فهمت شيء. يعينك الله وتفهم إن شاء الله. ملف واضح وسهل، طيب كويس، إجابة معقولة لا بأس فيها. على كل نتوقف، البي دي إف هو البورتابل دوكيومنت فورمات. من هنا جاء، يعني من أين جاءت كلمة بي دي إف؟ من هذه الثلاثة الكلمات اللي هي يعني زي ما تقول الصيغة القابلة للنقل. ليش سموها كذا؟ ليش سموها الصيغة القابلة للنقل أو المستند المتنقل؟ أنت الآن لما تكتب ملف في برنامج الوورد عندك، مش أحيانا ترسله لأحد زملائك ما رضى يفتح، أو تطلع الأحرف على شكل رموز كذا غير مقروءة، رموز مخربشة، إيش السبب؟ حد يقول لي إيش السبب؟ أنت الآن كتبت ملف من نص صفحة وورد وأرسلته لأحد زملائك، فتحه على جهازه بنفس برنامج الوورد وما رضي يفتح، إيش ممكن يكون السبب؟ لم يعرف الجهاز، الصيغة تختلف، ها قربنا، الجهاز صغير، تحديثه أقدم. طيب ممتاز، ممتاز، محاولة مرة ممتازة. هو الإشكال، الإشكال إنه يكون في اختلاف في نوع الخط. مثلا افرض إنك استخدمت تراديشنال أرابيك، هذا الخط المشهور، على جهازك أثناء كتابك لملف الوورد كتبت، يعني اخترت نوع الخط تراديشنال أرابيك، إذا صدف إنه أرسلت الملف هذا بالواتس لأحد زملائك وجاي يفتحه على جهازه والخط هذا غير منزل على جهازه، على طول هتحصل الحروف تلخبطة. ملفات البي دي اف سموها كذا، المستند المتنقل أو الصيغة أو صيغة الوثيقة القابلة للنقل، لأنه أثناء تخزين الملف على أجهزة الحاسوب يتخزن بجميع خصائصه، يعني ياخذ معه نوع الخط حقه وياخذ كل شيء في اثناء يقصد عمليه التخزين، فما عاد يطلع من جهازك على الفلاش او على الهارد ديسك الا محمل بكل خصائصه، بحيث لو فتحته في اي جهاز اخر يفتح مباشره. لذلك معظم إلى يعني 99 98% من ملفات البي دي اف بالذات باللغة الإنجليزية افتحها في أي مكان في العالم تفتح، ما تتلخبط ولا يتغير شكلها ولا يتغير نمطها أبدا، تمام؟ فمن هنا جاء هذا المصطلح، إنه عندك ملف البي دي اف ارسل لي ملف البي دي اف، عندك محاضرة مخزنة بي دي اف. طيب ايش هو البي دي اف؟ اللي هو بورتابل دوكيومنت فورمات. بورتابل دوكيومنت فورمات، دائما لما تسمع هذه الكلمه باللغه الانجليزيه بورتابل معناها انه يعني قابل للتنقل او الاستخدام
يعني من اكثر مكان مهيأ، بورتابل، مهيأ كذا انه يشتغل في اي مكان. تمام، بورتابل دوكيومنت فورمات، الوثيقة أو صيغة الوثيقة القابلة للنقل في أي مكان. دائما أحيانا لما تدخل بعض المواقع يطلع لك كذا عبارة وفيها نقاط تدور يعني وراها أو تحتها، مكتوب authentication اللي هي عملية المصادقة. يعني دائما لما تيجي تدخل على أي نظام، مثلا نظام الجامعة، بس لأنه الأمر سريع ما حد يلاحق، بتدخل يعني اسم المستخدم، كلمة المرور، مش على طول انك تدخلت كذا قبلوك، لا، يروح في برنامج صغير يعمل عملية المصادقة هذه اللي هي الاوثنتيكيشن، انه والله هذا هل فعلا طالب يتبع جامعة العلوم او لا، اسم المستخدم وكلمة المرور هذه ممنوحة من الجامعة ولا هو ألفها من راسه، يعني زي كذا. فهذه يسموها عملية المصادقة. أيضا لما تيجي تشبك مثلا الجوال على جهاز الواي فاي اللي في الصالة عندكم في البيت، لازم تحدث هذه العملية، عملية المصادقة. تحصل كذا الجهاز يبرم شوي، يقول لك فيتشينج اي بي، او مثلا بحث عن الاي بي، فياخذ كذا ثواني معدودة لعملية المصادقة. هذه هي عملية المصادقة. نظام التشغيل دوس، هذا اللي ذكرناه، اللي هو الديسك اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل القرص كان كذا يسموه أول ما نشأ. طيب هذا المؤشر الآن اللي يوم يض هنا يتحرك ينطفي ويولع، هذا يسمى الكيرسور. كيرسور باللغة العربية أحيانا يترجموه يسموه المحث، كأنه يحثك على الكتابة. بعضهم المؤشر عادة يكون باتجاه الماوس أكثر، لكن هو كذا يعني احفظوه أنتم، إما كيرسور أو المحث اللي هو هذا الوامض الصغير الذي يتحرك الآن. أوبن سورس، هذه دائما في التطبيقات، في برامج وتطبيقات يسموها أوبن سورس، يعني مفتوحة المصدر، بمعنى إنه المبرمج الذي برمج هذا التطبيق أو هذا النظام يسمح لغيره باستخدامه والتطوير عليه وهكذا. زي مثلا نظام التشغيل لينكس، نظام تشغيل ضخم هذا اللي يستخدمه دائما المخترقين والهاكرز، واللي أسسوا يعني جعلوا مفتوح المصدر، بمعنى إنه أي مبرمج يحس عنده القدرة إنه يعدل عليه يعدل، وما عنده مشكلة، أهم شيء يطور فيه لا يخربه. وفي كلوز سورس، بعض البرامج وكذا الشركات تعملها وتقفلها بسيريال نمبر وباسورد وكذا، ما تسمح لأي أحد يستخدمها إلا بعد ما يدفع قيمتها. فهذا الفرق بين الاثنين. الأوبن سورس هذا شيء مجاني أولا، وأيضا الكود اللي كتب فيه موجود ويمكن التطوير عليه والزيادة وكذا، بحيث إنه يعني، ولذلك هذه الأنظمة تكبر تكبر تكبر، لأنه الشركة الأولى تعمل جزء فتأتي شركة أخرى تأخذ هذا الإنجاز كله ثم تضيف عليه مثلا فكرة أخرى وتوسيع آخر، وهكذا تحصلها تكبر بشكل كبير، ويعملوا لها أيضا مرجع كذا، مرجع للنسخ، إنه والله النسخة الأولى كان كذا، النسخة الثانية أضيف عليها كذا وكذا وكذا، يعني في تاريخ معين كذا يكون مسجل لهذه البرامج اللي هي أوبن سورس. الآي إي اللي هو الإنترنت إكسبلورر، الآن تقريبا هذا إلى العام الماضي، قبل العام الماضي شبه انقرض وجمع حله متصفح اسمه إيدج، هذا هو، هذا رمزه مايكروسوفت إيدج، كان من أول رمزه إي، اسمه إنترنت إكسبلورر، متصفح الإنترنت. السوشيال ميديا هذا خلاص أنتم حافظينها، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي أو كل ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي. بالنسبة للي يطلبوا تسجيل المحاضرة، هي مسجلة وحتنزل لكم في موقع ال ام اس، يعني ياخذوا بس فترة كذا، احيانا يشيلوا منها بعض الاشياء اللي ما يحتاجش انه تظهر، وبعدين يطلعوها، فما تقلقوا يعني كل شيء مسجل.
الأنظمة في عندنا نظام باينري، باينري يعني ثنائي، وديسيمال بمعنى عشري، اللي هو النظام اللي نعرفه نحن، 1 2 3 من 0 إلى 9، هذا النظام العشري. لما تسمع كلمة في جي اي، دائما دائما هذه العبارة فيما يخص الشاشات وأجهزة العرض. في جي اي اللي فيديو جرافيكس اري، فيديو جرافيكس اري، هذا الاختصار، يعني الاختصار جاء من هنا، من فيديو جرافيكس اري، لمصفوفة العرض الرسومية. ليش سموها مصفوفة؟ لأنه الشاشات هذه كلها اللي تشوفها، سواء شاشة الجوال ولا شاشة اللابتوب ولا شاشة التلفزيون في البيت، هي عبارة عن طول في عرض، تمام، ومرصوصة رص بأشياء بالمكونات الأساسية هذه للضوء، اللي يسموها البكسل. كلما زادت البكسلات، من يقول لي الصورة تكون أوضح ولا أقل؟ في أجهزة العرض تزيد. ممتاز ممتاز ممتاز، لا ما شاء الله، هذه المجموعة من أفضل المجموعات اللي مرت علي في هذه المادة، يعني أغلب الأسئلة تجيبوها بشكل ممتاز. الشاشات كما قلنا بشكل عام هي عبارة عن نقاط صغيرة جدا، مرصوص، يعني تكاد تكون الشاشة مرشوشة رش فيها، هي اللي تستقبل الضوء اللي يكون الصورة في الأخير، الذي يكون الصورة في الأخير. كلما زاد تقارب هذه النقاط من بعض، كلما كانت الصورة كذا، يسموها بالإنجليزي سموث، تحصلها كذا مستوية، ما فيش شرشرة، بالذات عند الأحرف. متى تظهر هذه البكسلات؟ لو كبرت 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 الصورة، تبدأ كذا تظهر لك تدريجات معينة. لكن إذا يعني خليتها في الوضع الطبيعي الذي صنعت عليه وكذا، تحصل ان الصوره كذا ملساه وكل شيء تمام. فهذا الفي جي اي اللي هو مصفوفه العرض الرسوميه. كلمه رول بشكل عام في الحاسوب، لما تسمع كلمه رول في اي كتاب من كتب الحاسوب او ملزم من ملازم الحاسوب، بمعنى قاعده، هنحتاجها بعدين. كلمه ريميندر، دائما ريميندر ريميندر ريميندر، حتسمعها في حياتك العملية كثير، بمعنى الباقي، باقي القسمة، لما تقسم مثلا 5 على 2 بدون كسور، حتقول من 2 والريميندر 1 اللي هو الواحد الزيادة. مايكرو بروسيسورز اللي هي المعالجات الدقيقة، بروسيسور دائما معالج، فالمايكرو بروسيسورز اللي هي المعالجات الدقيقة. في شيء في الحاسوب وهي تقريبا من الميزات الأساسية التي تميز الحاسوب عن غيره، اللي هي يسموها المالتي تاسكينج. مالتي تاسكينج، تسمع هذا المصطلح كثير، مثلا إذا في لقاء في التلفزيون، ولا واحد عمل منشور في السناب شات، ولد تقني أو كذا، وجاي يتكلم يقول لك المالتي تاسكينج للجهاز هذا كذا كذا كذا، فتكون عارف ايش يقصده. المالتي تاسكينج اللي هو انجاز يعني عده مهام في نفس الوقت. طيب هو كيف يعمل جهاز الحاسوب؟ مثلا تحصل ممكن تشغل 3 برامج مع بعض، جهاز يحسب مثلا كم عدد الامراض اللي كانوا يصابوا بكورونا، آني لحظي، واحد ثاني يحسب كم عدد الوفيات في العالم الآن، وتطبيق ثالث مثلا يحسب ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة في الكون كله، وتشغلهم كلهم مع بعض، وتحصل الحاسوب طلع لك هنا أرقام هنا أرقام هنا أرقام، يعني ال3 البرامج كلها جالس ترصد أرقام. طيب وكيف يشغلهم كلهم مع بعض؟ هذه تسمى المالتي تاسكينج. هو طبعا في الحقيقة لا يمكن انه يشغلهم كلهم في نفس اللحظه، لكن اللي يحصل انه يوزع الوقت، يعني بالملي سكند يسموها، بمليون جزء من الثانيه، يقسمه بين ال3 البرامج بحيث انت لا تلحظ. وكل ما كان الجهاز قادر على انتاج الملي سكند هذه
بمستوى عالي جدا، كل ما بين انه الثلاثة شغالين في نفس اللحظة ولا انت عارف كيف يتم هذا الامر. يعني الانسان بجبروته وقوته وكذا احيانا ما يقدر يعمل شغلتين مع بعض، ما بالك احيانا بألف مهمة في نفس اللحظة كلهم يشتغلوا، يراقب ويسمع ويسجل وهكذا، يعني اقصد عدة امور تحدث في نفس الوقت. فهذا مفهوم المالتي تاسكينج، تشغيل اكثر من برنامج او اكثر من مهمة، الاصح في نفس الوقت، تشغيل اكثر من مهمة في نفس الوقت، هذا معنى مصطلح المالتي تاسكينج. طيب احيانا تسمع بعض الطلاب او يقول لك الجوال علق، الجهاز علق، او الجهاز عمل هانج. ايش هو الهانج هذا؟ اجمالا او اشهر حالة لعملية التعليق، مش ما قلنا انه جهاز الحاسوب او مثلا الجوال، اي جهاز الكتروني كيف ما كان وضعه او ايش ما كان اسمه، هو في الاخير عبارة عن دوائر الكترونية زي ما يقولوا تتبادل الادوار فيما بينها. والكهرباء معروف، كهرباء دائما تتأثر بعدة أمور، تتأثر بالحرارة، تتأثر أحيانا بشدة وتيرة العمل يعني على هذه القطع. في الأخير يعني الإنسان وهو أكرم مخلوق في الكون، لو انضغط بعدة ضغوط في نفس اللحظة يحصل له نفس الحالة هذا، يعني فعلا تصيبه حالة الهانج اللي هي التعليق، ما عاد يدري ايش يسوي. مثلا إذا جاءوا من بين 30 سؤال في الاختبار 25 سؤال كلهم صعب، مش ممكن تتصرف معاهم، تحدث لك الحالة دي، ما عاد تعرف وين تمر، لا عاد تعرف تكتب ولا تعرف تفكر ولا تعرف تقلب صفحة ولا خلاص. فالجهاز بنفس الطريقة، يعني إذا تزاحمت أحيان، وهذه طبعا حالات نادرة، وغالبا يكون نظام التشغيل فيه خلل، إذا تكررت بكثرة خلاص معناها في شيء اللي يسبب هذا المرض. لكن إذا مر كذا بالعمر 6 أشهر مرة، طبيعي أنه أحيانا نتيجة هذا التردد الكهربائي المزدحم في الجهاز يحدث ما يسمى بالتشوك، يعني صدمة كذا كهربائية، زيرو من هنا على واحد من هنا، ما فهم عليه الجهاز هذا المعنى فيتوه. أو مثلا بعض المبرمجين يعمل برنامج فينسى شرط معين، مثلا يقول له كرر هذه العملية 20 مرة، وينسى يحط القيمة النهائية ال20 هذه، فيبدأ الجهاز 1 2 3 4 5 6 ما يحصل النهاية، يظل يدور 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 لما تتعب الذاكرة بالوفاء والتمام فيعلق عندها، وتحدث حالة الهانج هذه اللي هي يعني حالة كذا ما عاد يعرف الجهاز ايش يتصرف ولا انت تستطيع السيطرة عليه، يعني تكون تضغط انتر ما عاد يفهم، تحاول تحرك الماوس ما يتحرك. فالحل الوحيد انه تضغط مطول على جهاز تشغيل الحاسب اللي هو جهاز الطاقة نفسه، جهاز الكهرباء اللي شغلت منه الجهاز لمدة 10 ثواني فأكثر حتى ينطفئ الجهاز، ثم تعيد تشغيله من جديد. هذه هي حالة الهنج. هذا كان مصطلح فهرس المصطلحات. مثل ما قلت لكم أفضل طريقة إنك تصور هذه الأوراق، تحطها معك أمام عينك في كل لحظة، يعني ما تحاولش إطلاقاً انك تتجاهلها تماما، لا ما هو صحيح، لابد تعرف 80% منها مختصر ومن وين جاء، لابد هذه معلومة أساسية، يعني اقصد ما تحاولش كذا تمررها مرور الكرام. طيب لو أخذنا نبذة بسيطة جدا، وبعدين أفتح الوقت إن شاء الله للأسئلة إذا عندكم بعض الأسئلة، حول نشأة الحاسوب وتطوره. كما قلنا جهاز الحاسوب هو جهاز إلكتروني يستقبل البيانات ويعالجها ثم يخزنها بصورة مباشرة، كما أن له القدرة على إجراء العمليات الحسابية والمنطقية
ويتم إخراج نتائج هذه العمليات في الأخير. تمام، فهو جهاز إلكتروني يستقبل بيانات، مش معقول يستقبلها وبس، لابد بعد الاستقبال هذا ما يعمل لها عملية معالجة. المعالجة دي تعتمد على العوامل اللي في البيانات نفسها، هل هي جمع، هل هي طرح، هل هي نصوص، هل هي جداول، هل تمام. ثم بعد ذلك المستخدم الذي أدخل هذه البيانات هو منتظر رد، فيتم إخراج هذه النتائج النهائية للمستخدمين. لو قلت سؤال كذا بس من باب نحرك الجو، أعطوني أمثلة لأجهزة الإدخال في الشات. الإدخال، واحد كتب الطابعة، هل عمركم شفتم أن الطابعة يتم عن طريقها إدخال بيانات إلى الحاسوب؟ ممتاز، كيبورد، الماوس، يو اس بي، يعني أحد منافذ الإدخال، لا ما هوش جهاز إدخال، الماسح الضوئي، الميكروفون، ممتاز، قارئ الباركود، ممتاز ممتاز كذا كويس. تمام، فقط في طالبة أو طالب مش عارف يسأل أين تخزن المحاضرة. المحاضرة تخزن في أجهزة الجامعة، وسيتم تنزيلها على موقع اسمه LMS. LMS لكل طالب منكم حيكون في حساب على هذا الموقع، تدخلوا هناك تحصلوا المحاضرات حق الفصل هذا والفصول السابقة كلها موجودة. أيضا اللي كتب شاشة اللمس، هبة العمارة والعمري، ممتاز، فعلا شاشة اللمس أحد أجهزة الإدخال. طيب، أمثلة أيضا على أجهزة الإخراج. هذه المحاضرة مبدئية وما فيهاش معلومات كثير هذا. الطابعة، ممتاز، الشاشة، ممتاز، هذه من أشهر أجهزة الإخراج، لأنه جهاز الحاسوب يخرج عليها نتائج المعالجات، السماعات حق الصوت، ممتاز، البروجيكتور، ممتاز، شكرا لكم، صراحة ممتاز جدا، هذا التفاعل جدا ممتاز. طيب، كيف تطور الحاسوب؟ تطور الحاسوب لدى الإنسان القديم من استخدام الحصى. تمام، حتى نحن لما كنا أطفال كنا نتعلم الجمع والطرح عن طريق الحصى وعملية العد باليد، واحد زائد واحد زي كذا، أيام سنة أولى وثانية وهكذا. ثم بعد ذلك طور الإنسان جهاز المعداد، هذا الشكل، هذا يسموه جهاز المعداد، في عام 1642، ويسمى جهاز الأباكوس. جهاز الأباكوس، فمثلا إذا أراد يجمع واحد زائد اثنين، ياخذ الواحد هذا يحطه هنا، بعدين فوق الاثنين يعد يطلعوا ثلاثة وهكذا. يعني بداية عملية التفكير في اختراع شيء يسهل على الناس الحساب، اللي هو جهاز الأباكوس. كان الجهاز هذا ينفذ عمليات بسيطة مثل الجمع والطرح بس، يا دوب يقدروا الطلاب يتعلموا عليه عمليات الجمع والطرح. ثم تطور هذا الجهاز من قبل عالم اسمه جوتيفرد لايبنز في 1694، عشان ما تلخبطوا بين التاريخين، 1994، ليصبح قادرا على الضرب والقسمة. إذا أول ما بدأ كان جمع وطرح فقط، بعدين جاء هذا الآخر اللي اسمه لايبنز، تمام، حتى لو حفظتم اللقب فقط، لايبنز هو الذي طوره بشكل، انه لانه هو كذا دائما دائما الاختراعات، ياتي عالم يضع شيء معين بسيط للغايه، مثل ما قلت في كل المحاضرات حق الحاسوب، اللي اخترعوا طائره الهوليكوبتر، اول ما جاءت الفكره كانت من شخص نفخ على ورقه كذا صغيره، مثلا زي المنديل هذا، نفخ اعلى من الورقه ارتفعت للاعلى، فعرف انه اذا الهواء يعني أزيح من فوق أي شيء، الشيء هذا يرتفع للأعلى، فبدأ عمل مروحة وتحتها ثقل معين،
ودارت المروحة طردت الهواء للأعلى، ارتفع هذا الشيء وقليل قليل قليل إلى أن وصلوا إلى هذه الآلة العملاقة اللي هي طائرة الهوليكوبتر اللي تستخدم في إنقاذ المصابين في الغابات. وعندنا هنا مثلا أيام الحج وفي الحرائق، ويعني آلة غير عادية في الحروب. يعني أصبحت طائرة الهوليكوبتر جهاز أو آلة تفيد الإنسانية، وقد تضرها في بعض الأحيان، لكن أقصد ما هو سهل هذا الاختراع. بدايته فكرة بسيطة بسيطة للغاية. فأقصد حتى أنتم لا أحد يستهين، يعني أحيانا يكون عنده فكرة سهلة كذا وممكن حد يطورها ويطورها ويطورها وتصبح يوم من الأيام شيء ضخم جدا. في العام 1944 1944 تم تصميم أول حاسبة أوتوماتيكية من شركة هارفارد مارك 1، يعني الآلة سموها كذا، لكن كانت اي بي ام هي اللي زي ما يقولوا رأس الحربة في هذا الموضوع اللي ذكرناها أول. شركة اي بي ام من أوائل الشركات اللي صنعت الحاسوب، شركة أمريكية من أوائل الشركات اللي صنعت الحاسوب. فصنعوا هذه الآلة اسمها هارفارد مارك 1، يعني تقول النسخة الأولى، بعدين هارفارد مارك 2 وانت ماشي. فهذا الجهاز بالكامل شوف آخذ له دور تقريبا، يعني غرفة كاملة عبارة عن صمامات ثنائية ومفاتيح كهرباء، واحد يرفع لها فوق واحد ينزل، يعني يمكن احتاج لها 20 شخص عشان يجمعوا 1 + 2 كم تساوي. هي مثلا نحن الآن نشوف هذا الأمر قد نضحك، لكن يومها كان هذا إنجاز، إنه مثلا هم يعملوا الحركات هذه المعينة ويطلع معاهم نتيجة. هي بعدين اللي قادت التطورات والإنجازات لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، جهاز بسيط بيدك تحمله، الجوال يكاد يكون حاسوب متكامل، خاصة في بعض الجوالات في فيها إمكانيات ضخمة. فهذه أول حاسبة رقمية أوتوماتيكية اسمها هارفارد مارك 1، وصممها هذا العالم اللي هو هوارد آيكون بالتعاون مع اي بي ام. وكما ترون في الصورة تشغل حيزا كبيرا من المكان يعني. وبعد ذلك في عام 1946 بدأ تصميم أول جهاز حاسوب آلي. شوفوا كيف تتطور الأمور، يعني يبدأ بشيء بسيط. يعني كم بين التاريخين؟ هنا 44، هنا 46، سنتين بس. الأولى كانت في 44، بعد ذلك على طول جاءت الفكرة لشيء أفضل. وكان هذا الحاسوب ضخما جدا، كون التقنية الإلكترونية في ذلك الوقت لم تكن قد تطورت بشكل كبير. ليش كان ضخم؟ لأنه يحتوي على هذه اللي يسموها الصمامات المفرغة. هذه عبارة عن مثل قوارير زجاج مسحوب منها الهواء عشان توصل التيار الكهربائي. لكن أيامها كان هو هذا الاختراع الوحيد. بعدين لما جاء اختراع اللي يسموه الترانزستور، شريحة إلكترونية صغيرة يعني بحجم الظفر، خلاص صغرت الأجهزة بشكل كبير جدا. يعني الجهاز اللي كان بمقدار غرفة أصبح يمكن حمله باليد. فالترانزستور هو اللي عمل النقلة الكبيرة في الأجهزة الإلكترونية. الراديو ده مثلا كان عبارة عن دولاب ضخم أول ما اخترعوه، لما جاء الترانزستور صغره إلى أن أصبح واحد يحمله براحة اليد. تمام. فأقصد دائما دائما تاريخ الاختراعات، الطائرة هذه اللي بوينغ والايرباص كلهم لما بدأوا عملية عن شيء مضحك كان، لكن هكذا دائما الأفكار، يعني فكرة على فكرة على فكرة يصبح عندنا الاختراع. ودائما هذه الأمور كان منشأها الجامعات، دائما هذه الاختراعات وما جتش من الشوارع. دائما العلوم والتعليم والعلم هو اللي يوصل الناس لهذه الأمور، لأن التعليم هو الذي
يجبر الإنسان على إعمال العقل والتفكير. أول جهاز كمبيوتر كان هذا شكله، ما أدري أكبره شوي، يعني عبارة عن أسلاك وصمامات ثنائية وموظفين، كل واحد معه دليل، ورقة، مدري كتاب يقرأ منه كيف يعمل وإيش اللي يخلي أون وإيش اللي يشغل أوف. طبعا بين هذه الأسلاك كلها عبارة عن تنتج حرارة هائلة، هذه التوصيلات الكهربائية. دائما الكهرباء بشكل عام لما تتحرك في أي وسط تسبب حرارة، دائما هذه قاعدة أساسية، كهرباء تنتقل من محل إلى محل ينتج عنها حرارة. فكيف كانوا يبردوا هذه الأجهزة؟ يعملوا مواسير ماء كذا يعني بالمفتوح، هذه الغرفة كلها فيها تمديدات مواسير مياه باردة تسري بين هذه الأجهزة حتى تسحب الحرارة منها وتخفض من درجة حرارتها، لأنه إن لم يحصل ذلك حيحدث لها عملية هانج ويتوقف كل شيء. فهذه أول جهاز حاسوب بعد اللي هي الآلة الحاسبة اللي هي هارفارد مارك 1 بسنتين، تم إنتاجه في شهر فبراير 1946 بهذا الحجم. يعني تقريبا غرفة كاملة مليئة بالأسلاك والأجهزة والصمامات المفرغة ومفاتيح الكهرباء اللي تشتغل أون أوف أون أوف عشان يكتبوا كلمة ولا يعملوا عملية حسابية صغيرة. أشوف يعني عدد الصمامات المفرغة في هذا الجهاز كان 18,000 صمام مفرغ، يعني تعتبره مثل قارورة كده صغيرة الصمام المفرغ. ما أدري في له صورة في الكتاب أو لا. والكثير جدا من الأسلاك ويتم تشغيله. شوف كم عدد الموظفين وعدد أقصد الكهرباء اللي كان يستخدمها هذا الجهاز، 170,000 واط، شيء مهول من الكهرباء يستخدمه عشان يشتغل، ويشغل غرفة كاملة مساحتها 457 متر مربع. وفي الأخير الناتج شيء بسيط، لكن مع هذا ما انهزم، ما ملوا، ما يئسوا. فأنت في حياتك التعليمية، في حياتك الدراسية، يعني أنا أزعل جدا لما أحد الطلاب أحيانا مثلا، مش أقول يرسب، تقل درجته في مادة معينة ويقوم ينسحب يترك الدراسة وكذا، ويضر نفسه يضر مستقبله ويضيع حلم والديه في بنكسة بسيطة. لا، ظلك مصمم، اتحدي، أصر، يعني لابد يعني اعمل لك هدف في راسك وحاول توصل له، واعرف من اول يوم انك حتلاقي مئات الصعوبات والعقبات في الطريق، ما في ولا شغله تمشي كذا مثل ما انت مخطط له، لابد ما تواجه عقبات وصعوبات، فلابد تصبر، تتحمل، تسهر وهكذا. سنكتفي تقريبا بهذا القدر ونفتح المجال للاسئله. في العام 1948 العالم المجري جون نيومان هذا عمل أول حاسوب إلكتروني قادر على تخزين البرامج، يعني عمل قفزة. هذم الأولين كلهم ما كان يقدر يخزن برويمك صغير في ذاكرته. لما جاء هذا العالم المجري هو أول من عمل حاسوب إلكتروني يمكن تخزين برنامج صغير في ذاكرته. تمام، هنا بدأت تتشكل وحدات الحاسوب، انه والله لابد من وحدة معالجة، لابد من ذاكرة، لابد من كذا. في العام 1956 أخذت شركة اي بي ام القيادة في صناعة الحاسوب، بداية هذا القرن اللي كنا فيه، التاسع عشر او العشرون، القيادة في صناعة الحاسوب. كان اشهر شركة اللي هي شركة اي بي ام، وكانت المفاجأة شوف سنة كم؟ 1957 بظهور أول لغة برمجة في الخمسينات. 1957 ظهور أول لغة برمجة، ليش يسموها ذات مستوى عالي؟ بمعنى يفهمها الإنسان، لأنه كل اللغات اللي قبل كانت يعني مش يسموها واطي، لكن يسموها مستواها عالي، يعني تفهمها الآلة، عبارة عن أصفار واحدات جنب بعض يفهمهم الجهاز وينفذهم. لكن إنك تكتب مثلا دو كذا كذا،
افعل كذا كذا، مثلا دو 1 بلس 2 ايكوال، يعني اجمع 1 زائد 2 ويعطينا ايش يساوي. هذه انك تكلم الجهاز بهذه اللهجه باللغه الانجليزيه، هذه يسموها لغه ذات مستوى عالي، تمام. وكانت هذه اللغه هي لغه فورتران اللي ذكرته لكم، هي في الفارس حق المصطلحات، هي لغه دقيقه جدا في العمليات الحسابيه. يعني معظم الأشياء اللي فيها محركات الوقود وكذا تستخدم هذه اللغة، لأنه الوقود هذا إذا ارتفع زيادة يحدث انفجار، فلازم يكون محسوب بالملي. أجيال الحاسوب سنأخذها إن شاء الله من اللقاء القادم، ونحن ماض للأمام. الآن فيما تبقى من الوقت أنا سأوقف المشاركة، والذي عنده سؤال أقصد الأفضل عشان ندير الأمور بشكل سليم ما يحدث في تداخل في الأصوات كده، يرفع إيده بالرايز هاند من الرياكشنز، في حاجة اسمها رايز هاند، تمام. وأنا هفتح له الميكروفون بحيث إنه يسأل، نرد على ما نستطيع، والباقي إن شاء الله ممكن في المنتديات، ممكن أعطيكم بعدين إيميل أو شيء، يعني ما في مشكلة. طيب خلينا ناخذ ريان أو ريان بن خالد، افتح الميكروفون وتحدث، اسأل يعني. السلام ريان، عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. دكتور كنت حاب أسألك عن اسمه المحاضرات اللي فاتت في اليوتيوب، أنا تابعتها، هل نبدأ نكملها من اليوتيوب ولا نبدأ معاك نستمر معاك؟ أنتم استمروا الآن معي، لأنه تقدر تسألني أرد عليك، هذيك مسجلة تستفيد منها زيادة يعني، أو مثلا تسمعها وتحضر لي أسئلة تسألني لما تحضر مباشر، شفتها نعم. تغطي معك مثلا، فهمت منها إيش المطلوب، برضو ممكن يعني الذي تحسه أفيد لك اعمله، لكن أنا موجود معكم على مدى 4 محاضرات للأمام إن شاء الله. هنعمل مثلا تدريبات معينة في مجال اللي هو جمع وطرح الأعداد الثنائية وكذا، يعني أخلي الطالب يعني أعمل له مسألة كذا ويحل وأنتم تراجعوا بهذا الشكل. شكرا. أنا مشهور عسيري أو كذا كأنه اسمه. تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. طبعا تساءل اسم مستور العسري. يا دكتور المحاضرات الخط هذه كذا ملخبط، معليش. ما عليك دكتور، المحاضرة السابقة حاجة كان شفتها في اليوتيوب حق السنة الماضية، ايه واليوم شفت المحاضرة في بعض النقاط مختلفة عن المحاضرة السابقة، فما آه هو أدري آه يعني هل هي متعمد يعني بطريقة منك لهذا العام، أو إن الأمر لا ما فيش أي شيء ولا في أي إشكالية. هو الهدف واحد في الأخير، كيف إنه تطلعوا في الأخير ما في شيء غامض في هذا المقرر، لكن إيه إجمالا كلها تصب في نفس المعنى، لا تقلق يعني، أقصد سواء اعتمدت على هذه ولا على اللي أقوله اليوم، يمكن أنا يعني من سنة لسنة شوية أحاول أكون أفضل مما كنت قبل، وإن شاء الله ما أتلخبط ويصير العكس يعني. أشكرك. الله يكرمك، شكرا. طيب إبراهيم، إبراهيم ناصر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور ذكرت أن الكيبورد هو أشهر وبعدها ذكرت مصطلح، والشاشة هي أشهر وبعدها ذكرت مصطلح، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل التواريخ مهمة في الاختبارات أم لا؟ شوف، بالنسبة للكيبورد هي أشهر وحدات الإدخال الآن، جهاز الحاسوب هو إجمالا بهذا الشكل، في له يعني جهاز معين عن طريقه ندخل له ما يسمى بالبيانات، يعالجها يطلع لنا شيء اسمه المعلومات، فأشهر وحدة لإدخال أي بيانات للحاسوب هي لوحة المفاتيح اللي هي الكيبورد،
في بعدين عندنا قارئ الباركود، في الماسح الضوئي، في كثير أمور تدخل بيانات على الحاسوب، لكن الأشهر والأسرع حتى الجوال الآن شاشة اللمس حقه في الأخير أنت عندك كيبورد تكتب فيها، تمام؟ فهو الأشهر في أجهزة الإدخال هي لوحة المفاتيح. معظم الأجهزة لما تشوف أنت كل أجهزة الحاسوب في العالم كبيرها وصغيرها الأغلب يستخدم لوحة المفاتيح للإدخال، وأشهر واحدة تطلع عليها البيانات أو المعلومات اللي هي الشاشة، أشهر وحدة إخراج، بعدين في الطابعة، في البروجيكتور، في شاشة التلفاز، كل هذه أجهزة إخراج. الله يكرمك. السؤال الثاني إيش قلت؟ التواريخ مهمة في الاختبارات. في أنا شفت كثير من الأسئلة تأتي، لأنه الآن الأسئلة هذه ما عادهاش مثل زمان، أصبحت زي ما يقولوا بالنظام الذكي، يعني في أسئلة تدخل على بنك أسئلة ضخم، وفي كل طالب لما نعمل له قبول يتولد له هذيك اللحظة نموذج، فممكن تأتيك إنه يقول لك والله تم إنشاء أول آلة حاسبة في عام كذا، فأنت أقصد هي مش كثيرة التواريخ هذه، لو جيت تعدها ما تطلع لكش 15 تاريخ. اعمل لك قائمة، يعني لازم، شوف لازم تتعب، اعمل لك قائمة كل تاريخ وإيش اللي حصل كذا، وخليها دائما أمامك في السيارة، في البيت، في المجلس، في الصالة، حتلصق في ذهنك ما حتروح. هذه أفضل طريقة. ممتاز، شكرا طيب دكتور. عفاف عبد أحمد، عفاف عبد أحمد، صباح الخير الله يحييك. دكتور، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول الحين بالنسبة للجزء العملي، هو معنى ولا لا؟ والسؤال الثاني ايوه، الاختبار، الاختبارات هو في خلينا جزء نظري خلينا ولا في لا؟ الاول بس عشان ما انسى، خلينا في الاول بالنسبه للجزء العملي اللي في اخر الكتاب تقريبا 10 صفحات، 11 12 صفحه، هي معظمها اوامر للتنفيذ، يعني يقول لك مثلا ادخل على كذا واعمل 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 واعمل. فأنتم يعني بعد ما تخلصوا مذاكرة الكتاب وكذا، أو في يوم مثلا جمعة يوم فسحة، ادخلوا نفذ هذه المطلوبات اللي طلبت. هذا إذا ما كنتم قد استخدمتم البرامج هذه من الأصل. الأغلب هذا الجيل يعرف إيش هو الوورد وإيش هو الإكسل وإيش باوربوينت، لأنه استخدمتموها في أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي، وبعضكم مستخدم هذه الأمور من المتوسط، ما عادهيش مرة غريبة عليكم يعني، لكن لا بأس إنك تستزيد، تسمع لك كم محاضرة من اليوتيوب. أنا أقصد دائما عملية التعليم تحتاج إلى تعب، لا لا بس تكتفوا كذا ب إيه. المقصد الحين أنتم الاختبار العملي حتجيكم نقدر أسئلة، نصيب عليه، يعني نجي نطبق حتجيكم فيه. أسئلة في لا لا ما في اختبار عملي إن أجي أقول لك يلا اجلس على الجهاز واعمل واعمل واعمل، هذا مش موجود الآن. إلى الفصل الماضي الجامعة ما كانت تعتمد، من قبل كان موجود كذا اختبار يوم للنظري وفي اختبار آخر للعملي، أسئلة أقول عندنا لك هذه الأسئلة ثلاث شكل أوراق. نظري، خلينا نختار. أي حتجيكم أسئلة نظرية، لكن اللي ما اشتغلش عملي لا يمكن يحلها، ما يقدر. يعطيك العافية طيب دكتور. الله يكرمك، في ملك أو ملك أو كذا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت، أنا عندي 3 أسئلة، اللي هو إيش هو الويندوز، ووحدة التحكم، وأنظمة العد. الويندوز هذا نظام تشغيل، هناخذه بالتفصيل ان شاء الله. نظام تشغيل بمعنى انه البرنامج الواسطه اللي بينك وبين الجهاز. انت الان عشان تفتحي ملف وورد وتكتبي مثلا بحث تسلمي للدكتور، مش تضغطي دبل كليك على البرنامج ويفتح؟ مين اللي يفهم هذا الكلام؟ انه انت لما عملت دبل كليك يا كمبيوتر افتح لي برنامج الوورد، هو نظام التشغيل كأنه مترجم بينك وبين الجهاز، إنه الجهاز له لغة أخرى اسمها لغة الآلة، تمام؟ فهذا نظام التشغيل. والسؤال الثاني،
ملك، ما أدري وين راحت هذه. يلا لمحاضرة ثانية. بشاير، السلام عليكم. عليكم السلام. بسألك بخصوص الجدول، هل هو يكون معانا حق المصطلحات؟ يعني هل داخل معانا في الاختبار أو بس كنظرة نحفظه؟ أنا شفت أسئلة، لا شفت أسئلة تجي منه، شفت أسئلة تجي من هذا الجدول. ليش؟ إنه يقول لك مثلا سي بي يو هي اختصار لكذا كذا، وبالذات في أسئلة المقابلة وهذا. فأنتم مقصود لا تستصعبوا مثل هذه الأمور، اعملوا لها كذا طريقة معينة لفهمها، لحفظها، يعني زي ما يقولوا لصق صورتها في أذهانكم، وحتمشي معاكم إن شاء الله. طيب الأخ سالم صالح، سالم صالح. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. دكتور، أنا استفساري، شركة اي بي ام هل هي نفس اللي هي ايه صنعت الحاسبة، نفس اللي صنعت الجهاز الحاسوب؟ لأنه عام 1948 فيه صنعوا جون نيومان، وفي 56 صنعت الحاسوب. هل نفس الشركة ولا كيف؟ الشركة هذه ظلت إلى يعني تقريبا أواخر الثمانينات كده، وهي موجودة وشغالة ولها يعني سوقها في الحاسوب. بعدين شركة مايكروسوفت كأنه اشترت هذه الشركة، يعني نفس ضعفت اللي أو صنعت الجهاز، نفس اللي ساعدت في تصنيع الحاسب، ونفس اللي هو صلحت الحاسوب. اي يعني كان في كثير من أجهزة اللي يسموها المين فريم، هذه الأجهزة الضخمة حق الوزارات والجامعات، تحصلها دائما في البدروم هذه الأجهزة، يعني أجهزة ضخمة كانت دائما تجي عليها كلمة اي بي ام، مصنوعة من شركة اي بي ام، ظلت فترة فترة، وبعد ذلك قدر الله خلاص، وكل تمام شيء تمام كذا يا دكتور، له الله عمر. يعطيك ألف عافية. مشكور مشكور. أشرف نجيب، تفضل يا ابني أشرف نجيب، حنزيد ناخذ كذا كم سؤال والبقية إن شاء الله السلام عليكم الأسبوع دكتور، القادم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. عندي سؤالين الله يحفظك. هل كل اللغات البرمجية تعتمد الطريقة نفسها في تخزين المصفوفات متعددة البعد؟ هو شو بشكل عام عشان أعطيك كذا زي ما يقول المختصر المفيد في لغات البرمجة، لغات البرمجة أقرب مثال لها مثل السيارات، عرفت كيف؟ هي أدوات في الأخير، هي أداة. كل لغة صنعت لهدف معين، عرفت كيف؟ لإنجاز مهام معينة. فما تقدرش تقول هذه مثلا أحسن من هذه. مثلا لغة برمجة كانت يعني زي تقول صممت من أساس إنشائها عشان تطبيقات الويب، هذه اللي يسموها تطبيقات السحابة، تمام؟ في لغة برمجة ثانية وضعت مثلا لمعالجة الصور والفيديوهات يعني فاتجاهها كله بهذا الاتجاه. بهذا الشكل يعني مثلا الآن لما تحصل شاحنة وسيارة 4 أبواب صغيرة كذا، هذه لنقل الركاب داخل المدن، بينما الثاني لنقل البضائع. ما تقدرش تقول والله السيارة الصغيرة هي أفضل من هذيك، لا، لأنه كل واحدة من هذول السيارتين صنعت لهدف معين، لشيء معين هي فيه ما شاء الله تبارك الله. لكن في شغلة ثانية مثلا الدين هذه ما تقدر تحمل فيها ركاب، حتوصلهم مكسرين، خاصة لو الطريق صعبة يعني، أو أقصد غير ممهدة، نعم. تمام؟ وهكذا. فلغات البرمجة كل لغة كذا صنعت لشيء معين، لهدف معين، تحصلها هي في الجهة هذه ما شاء الله تبارك الله، تيجي تستخدمها لشيء آخر ما تستطيع، يعني حيكون فيها صعوبة. والبرنامج اللي تصلحه اللغة المختصة بسطرين تحتاج هناك تكتب 4 صفحات عشان تنجزه. طيب حاخذ آخر طيب السؤال سؤال الثاني الله لأبي يحفظك طارق، يا غاني، بس خلي لزملائك بس شيء أبغى وخلي السؤال أعطي الثاني للي قال يعني. تتكلم عن برنامج الكوبزيز اللي تكلمت عليه قبل أول بداية المحاضرة. الكويزز هذا أنت نزله فقط من الـ من الـ من الـ
من الستور من المتجر، نزله على الجوال معليش. وسيبه. اللقاء القادم حوريكم كيف نستخدمه. هو برنامج حكون أنا أطلق كذا اختبار، وأنتم كلكم تدخلوا تشتركوا فيه وتبدأوا تحلوا الأسئلة، وبعدين هو يطلع لي مين اللي جاوب أكثر الأسئلة صح يطلعه فوق، يعني زي السباق بينكم. يعطيك من العافية باب ننعش الحصة يعني. الرياض العمري أو كذا اسمه، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، تفضل. يا دكتور أحب أسأل، ما الفرق بين الماك والويندوز؟ هذول طبعا نظامين مختلفين. أجهزة أبل مثل الاي او اس بالجوالات والاندرويد، هذا بالضبط يعني الفارق. نظامين اقصد، شركتين مختلفتين. فأجهزة أبل يسموهم يعني الماكنتوش، لذلك اختصروها بالماك وخلاص، عرفت كيف؟ فلهم أنظمة تشغيل، لهم متصفح، لهم طريقتهم كذا، نظام التشغيل حقهم مختلف، وهي أقل عدداً من الويندوز. الويندوز هذا منتشر وسهل الاستخدام، عن دائما دائما أجهزة أبل فيها شوية تعقيد كذا من ناحية السكيورتي والأمان والمش عارف إيش، فتحصل في شدة كذا، يعني عشان تنزل برنامج تعمل 1000 خطوة، من هنا تصريح ومن هنا إذن ومن هنا كلمة مرور، بينما في الويندوز شوية الأمور خفيفة، عرفت كيف؟ فهو باختصار كذا نظامين تشغيل مختلفين، بس هذا الفارق بينهم، واللي يؤدوا نفس المهام. هتحصل الوورد يفتح هنا يفتح هنا، لكن عشان تنزل الوورد على الماك هيطلع روحك، بينما في الويندوز عند أقرب محل ينزل لك. طيب، طيب رزان، آخر رزان حاجة، المنصوري، رزان المنصوري، بقي معي دقيقتين. رزان المنصوري، مش موجود الظاهر. في علا، علا، السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله. ودي أسأل، بالنسبة للمصطلحات، هل نحفظ المصطلحات ولا الاختصارات بشكل عام؟ يهمنا الاختصار أكثر، ليش؟ لأنه إذا الاختصار في ذاكرتك هو حيطلع على بقية الجملة، يعني مثلا سي بي يو، جميل. إذا لصق هذا المصطلح وعرفت أنت ماذا يعني، بعدين لما تقرأ الكلام اللي بالإنجليزي أو حتى بالعربي لما يجي على هيئة سؤال حتعرفي تفك إنه هو المقصود ولا مش هو. اي بيفهم، جميل. السؤال الثاني، اللي موقع الام اس، كيف ندخله على المحاضرات المسجلة؟ ما فهمت. هذا الموقع الآن الطلبة المستجدين بالذات تتابعوا مكاتبكم والأشخاص أقصد اللي هم في الدعم الفني، بحيث يعطوكم اسم المستخدم وكلمة المرور، لأنه له اسم مستخدم وكلمة مرور غير حق البوابة، يدخلكم على شيء طويل عريض، في هناك حاجة اسمها منتديات، في أمور كثيرة أقصد هتستفيدوا منها، في محاضرات مسجلة حق الفصول السابقة. أنا أقصد لابد كل طالب بالذات المستجد، القديم قد معه، لكن المستجدين لابد تأخذ اسم المستخدم وكلمة المرور، إما من مسجل المكتب أو من الدعم الفني اللي معاكم رقم، بعض الطلاب ما لهم مكاتب، فحيعطيك كذا ورابط الموقع، بعدين تدخل في خانتين تدخل اسم المستخدم كلمة المرور، يدخلك على المنتديات إن شاء الله. طيب، آخر سؤال من زياد العمري، والبقية إن شاء الله للقاء القادم، سجلوا الأسئلة وخلوها معاكم أو حتى نلتقي في المنتديات. الاختبارات النهائية كهيئة هي مثل الاختبار التجريبي اللي تحصلوا في بعض المواد، في كذا زر مكتوب اختبار تجريبي، هي مثل التكاليف يعني، بس اللهم مثلا إذا قالك في الصح والخطأ في الاختبار في التكليف 4 6 فقرات، في الاختبار النهائي يبقى 12. وفي اختيار متعدد وفي اختيار وحيد، أقصد نفس الأنواع هذه من الأسئلة. المقالي ما أعرف حيضاف أو لا، لسه ما عندي خبر،
فقط اللي يفرق في العدد، عدد الأسئلة يكون في النهائي أكثر، تمام، والدرجة أكبر في النهائي من التكليف. على كل، أنا أشكر لكم حضوركم الممتاز هذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم في نفس الموعد. واعذروني إن كنت قصرت في أي شيء من ناحية المحاضرة أو كذا، وإذا في شيء غير مفهوم حنتراسل أنا وأنتم إن شاء الله، ولن تطلعوا من هذه الأربع محاضرات لو أنتم يعني أقصد مستوعبين المادة تماما بإذنه تعالى. أستودعكم الله.